يواصل الفريق اول سعيد شنقريحه رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي زيارته الرسميه الى فرنسا وحسب بيان لوزاره الدفاع الوطني فان الفريق اول سعيد شنقريحه قام في اليوم الثالث بزياره المدرسه العسكريه بوسمير اين قدمت له تشكيلات من القوات الفرنسيه التشريفات العسكريه على مستوى مدرسه الخياله المختصه في تكوين اطارات سلاح المدرعات كما تلقى الفريق اول رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي والوفد المرافق لها عرضا شاملا حول التكوين بالمدرسة وفي اليوم الرابع والأخير كان للفريق أول سعيد شنجريحة لقاء ختامي مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيري بورك بوركار قول تطرق فيها طرفان إلى تقييم أفاق وسبل تعزيز علاقات التعاون في المجالين العسكرية والأمنية